قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى قداسة البابا تواذروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقبال جلالته قداسة البابا تواذروس الثاني وكبار المسؤولين بالكنيسة من أعضاء المجمع المقدسي. وقد التقى جلالة الملك المفدى خلال الزيارة بقداسة البابا، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات. وقد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمة قال فيها: إننا سعداء بتشريف جلالة الملك حمد بن عيسى والوفد المرافق له في أول زيارة كريمة لجلالته للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية. نثمن كثيرا العلاقات الطيبة بين مصر والبحرين على مستوى القيادة والشعب في البلدين الشقيقين، ونحن نحمل ذكريات طيبة للبحرين من خلال أبنائنا المصريين هناك، وكذلك أبنائنا الأقباط الذين يحكون لنا عن سماحة البحرين. نثمن موقف البحرين في احتضانها للمصريين جميعا، وكذلك افتتاح وتسهيل إنشاء كنائس لخدمة كل الطوائف هناك. ونحن نثمن المواقف الإيجابية الكثيرة للبحرين في وقوفها مع مصر في الأزمنة الصعبة. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشعر بالفرحة اليوم بزيارة جلالة الملك وبكل الوفد المرافق. نولى من دواعي القبطة والسرور أن نجتمع قداستكم وبرجال الكنيسة وبشعب مصر الكريم مسلمين ومسيحيين، حيث نرى تماسك الكلمة الوطنية بين أهل مصر أكبر مؤسستين عريقتين لهما داخل مصر وخارجها كل التقدير والاحترام، وهما الأزهر الشريف والكنيسة القبطية المصرية. وإذ نلتقي اليوم بكم وفي أرقة الكنيسة التي كان لها دورها الكبير عبر التاريخ في جمع الكلمة ووحدة الصف وسجلت مواقف مشرفة تاريخ مصر الحضاري العريق، وعانقت مناراتها مآذن الأزهر الشريف لقرون طويلة، مؤكدة وحدة الشعب المصري بكل أطيافه وذراية الوطن الواحد الذي يستظل به جميع أبناء مع تعدد وتنوع دياناتهم ومذاهبهم وثقافاتهم، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فإننا نؤكد احترامنا وتقديرنا لدور وجهود كنيستكم الفاضلة نشر ثقافة السلم والسلام والتعايش والمحبة والأخاء. قداسة البابا تواذروس الثاني الحضور الكرام، إن مملكة البحرين التي عرفت التنوع والتعددية والتعايش منذ القدم ولله الحمد، تؤكد دوما على تعزيز مسيرة المواطنة وكفالة الحريات الدينية. فالمنامة التي تحضن منارات المساجد والكنائس لتؤكد أنها لجميع من يعيشون على أرضها دون تفريق لأي سبب من الأسباب. وإذ يجمعنا بكم اللقاء اليوم فإننا نثمن دور الكنيسة القبطية المصرية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف ونشر المحبة والأمن والسلام، سائلين الله في علاه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يوفق قادتها لكل خير، والسلام عليكم.
بعد ذلك قدم قداسة البابا إلى جلالة الملك المفدى هدية تذكارية بمناسبة زيارة جلالته. ثم ودع قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدسي جلالة الملك المفدى. منذ قرون عديدة ومنارة الأزهر الشريف تجاهد على نشر قيم الإسلام العظيمة، إيمان راسخ لدى جلالة الملك المفدى حفظه الله يظهر اليوم جليا خلال كلمته التي ألقاها في مقر مشيخة الأزهر الشريف، وذلك خلال لقائه بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لقاء عنوانه التعاون على نشر الوسطية والاعتدال، أكد من خلاله جلالة الملك المفدى على أهمية دور الأزهر في محاربة الفكر المتطرف. الأزهر الشريف هو حجر الزاوية في الدين الإسلامي في هذا البلد، وليس فقط في مصر ولكن تأثيره في جميع الدول الإسلامية. له تاريخ طويل ليس فقط في حماية الدين ولكن أيضا في حماية الوطن. يذكر له التاريخ أن الأزهر كان حجر زاوية في مكافحة المغول في الهجمات الصليبية التي حدثت، في العديد من الحملات التي أتت إلى مصر في آنذاك. كذلك له دور كبير في تعزيز الوحدة الوطنية منذ 1919. ولأن البحرين لها في التسامح والتعايش الديني تاريخ طويل، فقد زار جلالة الملك المفدى مقر الكنيسة الكاتدرائية القبطية الأرثوذكسية ليجتمع بقداسة البابا توادروس الثاني في صورة حملت جل معاني الاحترام والتقدير من جلالة الملك المفدى لهذه الكنيسة التاريخية. طبعا الزيارة دي بتكتسب أهمية لأنه جلالته بيتواجد مع الطوائف الدينية بتاعتنا كلها، وده بيتناسب وبيعبر عن روح جلالته المرحبة بكل الأديان وبكل الطوائف وبكل الأجناس. البحرين بالنسبة لمصر هي بلد بترحب بكل الأجناس وبترحب بكل الأديان وبتتعاطف معهم وبتمنحهم كلهم معاملة مساوية ورعاية كاملة. زيارة تثبت وتعكس الحس الديني والإنساني لجلالة الملك المفدى، وتثبت أن البحرين كانت ولا تزال مركزا للتواصل والتسامح والتعددية. زيارة جلالة العاهل المفدى حفظه الله إلى مشيخة الأزهر الشريف وإلى الكنيسة الكاتدرائية تعكس اهتمام جلالته بدورهما في إرساء ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين، القاهرة.